اجتمع مساء اليوم نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الحكومة لحبيب الصيد للنظر في كيفية تعزيز الشراكة التونسية الأمريكية وتوسيع مجالاتها. رفع المساعدات الأمنية لتونس إلى أكثر من 200% والسعي لتقديم مساعدات إضافية وبرامج تدريب لقوات الأمن التونسي إضافة لتعزيز قدراتهم للتغلب على الإرهاب والإرهابيين هي أهم النقاط التي أكد عليها نائب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقب لقائه برئيس الحكومة لحبيب الصيد. أولا، نحن مستعدون لتقديم مساعدات إضافية وبرامج تدريب لقوات الأمن التونسي، ويبقى هدفنا تعزيز قدراتهم للتغلب على أولئك الذين يهددون حرية الوطن وأمنه. ولتحقيق هذا الهدف يسعى الرئيس أوباما إلى رفع ميزانية المساعدة الأمنية لتونس إلى أكثر من 200%. هذا وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على رفع مستوى الاستثمار والمبادلات التجارية والشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق نسبة نمو أعلى وتوفير عدد كبير من مواطن الشغل. ثانيا، سنعمل على رفع مستوى الاستثمار والمبادلات التجارية والشراكة مع القطاع الخاص بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس لتحقيق نسبة نمو أعلى وتوفير أكبر عدد من مواطن الشغل في تونس. ولتحقيق ذلك يتعين على تونس القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة النطاق التي من شأنها أن ترسل إشارة للمستثمرين ورجال الأعمال التونسيين والأجانب بأن تونس مستعدة لاحتضان مشاريعهم. تبقى إنجاح معركة تونس ضد الإرهاب في صدارة الاستراتيجية الأمريكية لدعم الانتقال الديمقراطي في بلادنا.